أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الحية والمستمرة على مدار الساعة للحدث الأبرز على أرض الكنانة، مع تواصل فعاليات قمة المناخ COP27 أو قمة إنقاذ الكوكب والإنسانية التي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ. لا يتم تحويل الاتفاقات السابقة والعهود لخطوات ملزمة تواجه تداعيات التغيرات المناخية والتي بات العالم بلا استثناء يئن تحت وطأتها. ننتقل الآن مباشرة لجلسة أخرى ضمن فعاليات اليوم في هذا المؤتمر. Kindly take your seats so that we may begin. الجلوس حتى نبدأ. هل نحن مستعدون للبدء؟ الرجاء الجلوس. Dear delegates, السادة الوفود والسادة الأعزاء, can I invite you to take your seat? هل رجاء أخذتم مقاعدكم؟ الرجاء تفضلوا بالجلوس. Dear delegates, colleagues, السادة الوفود أعضاء الوفد, نبدأ في الجلسة السبسيدية فيما يتعلق بالمؤتمر المناخ وخاصة باستخدام التكنولوجيا.
Dear colleagues, السادة, we are نحن هنا بنهاية أسبوع عمل شاق وكبير لعدد من الجلسات وجلسات تاريخية ومشاركات من جميع الأطراف والمراقبين والأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة. كل هذه الفعاليات تعمل مع مجموعة العمل. لدينا دراسة وجلسة نقاشات ومعلومات مهمة جدا حول عام 2022، ولدينا هناك فيما يتعلق بالتباين والشفافية والعمل مع بعض الأنشطة التي تتعامل بعد أن مهمة في جدول عملي ومعلومات وأحداث فاعلة وفعاليات مهمة جدا متعلقة بالـ ITF. At this event, وهذه الجلسة تركز على نقطة العمل لأهمية إجراءات التنفيذية لاستكشاف المصادر لتقديم المراجعات الحاسمة بنجاح، وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الشفافية التي بالفعل تقدمت أو التي سيتم تقديمها عام 2024. نحث كافة الأطراف بالمشاركة في هذا الأمر المهم وإيجاد الحلول للمضي قدما في عملية التشغيل بالشفافية والإطار الشفافية بشكل جيد تحت ظل متفقيات باريس. السادة زملاء، في الحلقة النقاشية وخاصة في جدول أعمال وبنودها التي حاولت أن تصل إلى اتفاق، هناك مجموعة من العمل قد عملت بالفعل منذ عدد ساعات من هذا الأسبوع وهذا اليوم، ونتاجا لهذه الاتفاقية غير متاحة لكافة اللغات، ولكنها متاحة في على نفس موقع إلكتروني للمنظمة، ونحن نعمل عن جد واجتهاد لتوفيرها على المنصة قريبا. كافة القرور موضوعة على الاعتماد والقرارات في هذا المؤتمر سوف تكون متاحة في 6 لغات عند اللجنة أو الجلسة الختامية في الأسبوع القادم. كل هذا الجزء من الاتفاقية سوف نركز على البنود بالطرق التالية: البند 10، البند العاطفي A الفرعي، البند 13 حتى E، وبعد ذلك البند من الربع عشر حتى 17. كل هذا ستكون مناقشة مفتوحة، وبعد هذه تعليق الجلسة الختامية سوف ننتقل مع SBI لإيجاد الدارة الفعالة لمناقشة الأفعال البنود الأخرى من الاتفاقية، وبالأخص منها البند الفرعي 3, 9, 11, و12، وبعض الاعتبار كل الأعضاء أو البنود الفرعية التي تقدم معلومات المهمة الخاصة بالختام التي سيتم فيما يتعلق بسبستا. وعلى هذا الأمر سوف ندعو المجموعات والأطراف والمجتمع المدني، وفيما يتعلق بالبند الفرعي 20 فيما يتعلق بالقرارات المتخذة. وهنا في جلسة سبستا الحالية أدعو أن كافة الاتفاقيات قد وصلت إلى هذا المنهج. بما أنني لم أسمع أي اعتراض تكرر الأمر على هذا النحو، أدعو الأطراف الآن إلى البند الثاني، المسائل التنظيمية، البند الفرعي جيم، انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس. كنت قد ذكرت في الجلسة الافتتاحية أن المشاورات حول الترشيحات مستمرة، لم تتلقى الأمانة العامة أي ترشيحات حتى هذه اللحظة، وعليه وبموجب المادة 22 الفقرة الثانية من قواعد الإجراءات أو النظام الداخلي، فإن نائبة الرئيس كاكابيريم ديفاني والمقررة زيتا ويلكس ستبقيان في مهامهما حتى يتم انتخاب خلف لكل منهما في الدورة المقبلة.
أدعو الأطراف الآن إلى استعراض البند العاشر، مسائل مرتبطة بالعلوم وبالعلم والاستعراض. البند الفرع الأول ألف البحوث والمراقبة المنهجية. عقدنا جملة من المشاورات غير الرسمية لاستعراض هذا البند، وأشكر المشاركين في تيسير الجلسة، إليزابيث بوش من كندا ولاديسلاو تشانغا من تنزانيا على عملهما. أدعو الأطراف الآن إلى استعراض مسودة الاستنتاجات الواردة في الوثيقة FCC على سبستا على 2022 على L20، وكذا تلك الواردة في الوثيقة FCC على سبستا على 2022 على L20 على ضميمة واحد. هل يمكننا أن نعتبر أنكم أنكم اعتمدتم هذه الاستنتاجات كما قدمت لنا؟ نعم، لا اعتراض، تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو الأطراف الآن إلى استعراض البند الثالث عشر، القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية، البند الفرعي ألف، برنامج تدريب خبراء الاستعراض المشاركين في الاستعراض التقني لقوائم جرد غازات الدفيئة المقدمة من الأطراف والمدرجة في المرفق الأول للاتفاقية. عقدت جملة من المشاورات غير الرسمية، وأشكر المياسرين هاري فرولس من هولندا وجي جونغ من جمهورية كوريا على عملهما. أدعو المندوبين الآن إلى الاطلاع على مشاريع الاستنتاجات الواردة في الوثيقة FCC على سبستا على 2022 على L16. هل يمكنني أن أعتبر أننا سنعتمد هذه الاستنتاجات كما قدمت لنا؟ لا اعتراض، تقرر الأمر على هذا النحو. الآن أدعو الأطراف للانتقال إلى البند 13، القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية، برنامج تدريب الاستعراض للمشاركين في الاستعراض التقني لتقارير فترة سنتين وبلاغاتها الوطنية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية. عقدت المشاورات غير الرسمية للنظر في هذا البند. أود أن أشكر الميسرين السيد هاري برو وجي جونغ على عملهما، وأدعو الوفود أن للنظر في مشروع الخلاصات في الوثيقة FCCC على سبستا على 2022 على L15. هل أعتبر أن السبستا تعتمد النتائج كما قدمت؟ ليست هناك اعتراضات، إذن فقد تقرر الأمر على هذا النحو. والآن أدعو الوفود للانتقال إلى البند 13، القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية، البند الفرعي تنقيح المبادئ التوجيهية للاتفاقية الإطارية بشأن الإبلاغ عن قوائم الجرد السنوية للأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية. عقدت المشاورات غير الرسمية للنظر في هذا البند، وأود أن أشكر الميسرين المشاركين دانييلا رومانو من إيطاليا و تياغو مينديز من موزمبيق على عملهما. أدعو الوفود للنظر في مشروع النتائج والمقررات في الوثيقة FCCC على سبستا على 2022 على L19. أود أن أسترعي انتباه إلى الفقرة الرابعة من الوثيقة، إذ نحتاج إلى إدخال تصحيح فني من عملية التنقيح. ففي السطر الأول من الفقرة الرابعة في النسخة الإنجليزية المكتوب هو الآتي، وباللغة
خيار في تنقيح CRF بدلا من إن بدلا من كلمة إن الصحيح هو تو، وهذه هي الصياغة التي اتفق عليها في دورة المفاوضات غير الرسمية الأخيرة حول هذا البند الفرعي. لذلك أقترح تعديل الفقرة الرابعة من الوثيقة FCCC على سبستا على 2022 على L19 لتكون كالآتي: تطلب إلى الأمانة تمكين to enable بحلول 30 يناير 2023 خيارا لي to CRF reporter، وذلك لي لإيجاد شكل منسق حسب الجدول 8(1) في إسهامات الفريق العام الواحد في التقرير التقييم الخامس حول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. هل أعتبر أن السبستا تعتمد المشروع FCCC على سبستا 2022 على L19 حسب التعديل الشفهي؟ لا أسمع اعتراضا، إذن فقد تقرر الأمر على هذا النحو. الآن أدعو الوفود للنظر في البند 13 القضايا المنهجية بموجب الاتفاقية البند الفرعي to calculate the carbon dioxide دال المقاييس الموحدة لحساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون. عقدت المشاورات غير رسمية للنظر في هذا البند، وأود أن أشكر الميسرين المشاركين كاميلا لاباركا من تشيلي ومارينا فيتولو من إيطاليا على عملهما. وأدعو الوفود للنظر في مشروع الخلاصات حول هذا البند والواردة في الوثيقة FCCC على سبستا على 2022 على L24. هل أعتبر أن السبستا تعتمد الخلاصات كما قدمت؟ لا أسمع اعتراضا، إذن فقد تقرر الأمر على هذا النحو. والآن أدعو الأطراف للنظر في البند 13 قضايا منهجية بموجب الاتفاقية البند الفرعي 13 هاء الانبعاثات الناجمة عن الوقود المستخدم في الطيران والنقل البحري الدوليين. وقد أجريت المشاورات غير رسمية للنظر في هذا البند، أود أن أشكر الميسرين المشاركين مارتن كينز من ألمانيا وباسيفيكا أتشينغ أنغولا من كينيا على عملهما. أدعو المندوبين للنظر في مشروع الخلاصات حول هذا البند والواردة في الوثيقة FCCC على سبستا على 2022 على L22. هل أعتبر أن الهيئة المشورة أو السبستا تعتمد الخلاصات كما قدمت؟ ولا أسمع اعتراضا، إذن فقد تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو الوفود الآن للانتقال إلى البند 14 المسائل المتعلقة بالإبلاغ والاستعراض بموجب المادة 13 من اتفاق باريس، خيارات إجراء استعراضات على أساس طوعي للمعلومات المبلغ عنها عملا بالفصل الرابع من مرفق المقرر 18 ميم ألف تاء واحد ودورات التدريبية ذات الصلة اللازمة لتيسير هذه الاستعراضات الطوعية. أجريت المشاورات غير الرسمية في هذا البند. مقررات، إذ لا أسمع اعتراضا فقد تقرر الأمر على هذا النحو.
والآن أدعو الأطراف للانتقال إلى البند 15. إرشادات بشأن النهج التعاونية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اتفاق باريس وفي المقرر 2M(3). أجريت المشاورات غير الرسمية للنظر في هذا البند and Per Stjansen from Norway for their work. I invite delegates to consider the draft conclusions on this item contained in document FCCC/Substar/2022L23. Can I take it that Substar adopts the conclusions as presented? Hearing no objections, it is so decided. We have not yet reached an agreed لم نصل بعد إلى مشروع مقرر متفق عليه حول هذا البند، وذلك بسبب عبء العمل على عاتق على هيئة المشورة كاستكمال لنتائج جلاسكو حول المادة السادسة. عملت الأطراف بشكل بناء ودؤوب لمعالجة مسائل عدة في السابستا، ولكن هناك بعض المسائل التي تظل بدون حل. وسألفت انتباه الرئيس إلى هذه البنود للإرشاد حول الخطوات القادمة. بينما لم تتمكن الوفود للتوصل لاتفاق خلال هذه المرحلة، أأمل أن تغادر الوفود شرم الشيخ بعد أن تكون قد توصلت إلى نتائج ناجحة حول الفقرة الثانية من المادة السادسة. أود أن أشكر المؤثرين المشاركين على عملهم الجاد ودؤوب. والآن أدعو الوفود للانتقال إلى البند 16، قواعد وطرائق وإجراءات الآلية المنشأة بموجب الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اتفاق باريس والمشار إليها في المقرر 3M(3). أجريت المشاورات غير الرسمية للنظر في هذا البند. أود أن أشكر الميسرين المشاركين، السيدة كيت هانكوك من أستراليا والسيد سونام تاشي من بوتان، على عملهما. وأدعو المندوبين للنظر في مشروع الخلاصات حول هذا البند والواردة في الوثيقة FCCC على سابستا على 2022 على L21. هل أعتبر أن سابستا تعتمد الخلاصات كما قدمت؟ لا أسمع اعتراضا، إذن فقد تقرر الأمر على هذا النحو. وبينما لم نصل بعد إلى قرار نهائي حول هذا البند، فقد عملت الوفود بشكل بناء على العمل الموكل لها في المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس، وتم حل بعض المسائل على مستوى السابستا، بينما تظل بعض المسائل بدون حل. وسأرفع هذه المسائل إلى عناية الرئيس ليتقدم بالإرشاد والنص حول الخطوات القادمة، وأمل أن تغادر. For their hard and tireless work. وأدعو الوفود الآن للانتقال إلى البند 17، برنامج العمل في إطار النهج غير السوقي المشار إليها في الفقرة الثامنة من المادة السادسة من اتفاق باريس وفي المقرر 4M(3). وتحت هذا البند عقد الاجتماع الثاني في هذه الدورة وفقا لإجراءات العمل. أشكر الميسرين المشاركين، ماريا الجيشي من المملكة العربية السعودية وجاكلين روسيجا من نيوزيلندا على عملهما. وأدعو المندوبين للنظر في مشروع المقررات حول هذا البند الواردة في الوثيقة FCCC على سابستا على 2022 على L24. هل أعتبر أن سابستا تعتمد الخلاصات كما قدمت؟ لا أسمع اعتراضا،
إذن فقد تقرر الأمر على هذا النحو، وأحيط علما بأننا لم نصل بعد إلى مشروع مقرر نهائي حول هذا البند، ولكن من خلال العمل البناء والجاد وصلت الأطراف إلى حل لبعض المسائل، بينما تظل مسائل أخرى بدون حل. وفيما يتعلق بالبندين السابقين سأرفع المسألة إلى عناية رئيس ليسدي النصح حول الخطوات القادمة، وأرجو أن تغادر الوفود شرم الشيخ بنتيجة ناجحة حول الفقرة الثامنة من المادة السادسة، وأشكر الميسرين المشاركين جميعا والمندوبين على عمله الدؤوب والجاد. المندوبون المقرون لقد تدارسنا واعتمدنا كل الخلاصات بموجب هيئة المشورة، والتي ليست قيد النظر المشترك من هيئة التنفيذ. وقبل أن ننتقل إلى هيئة التنفيذ والبنود الخاصة بها، أود أن أغتنم الفرصة لتذكير المشاركين بمدونة قواعد السلوك التي اتفقنا على الامتثال لها. الجلسات الخالية من التحرش يمكن أن تتحقق إذا عملنا جميعا مع مراعاة للضمير، وهيئنا مساحة آمنة لمنع حدوث التحرش. هناك عملية للتحقيق في الحالات المبلغ عنها وعواقب إذا وجد دليل عليها، ونشكر على عنايتكم بهذه المسألة. والآن أعلنت في بداية هذا الاجتماع أننا سوف نستأنف السبستا لتجتمع مع هيئة المشورة، وسيتبع ذلك بيانات من المجموعات والأطراف والمجتمع المدني، وبعد ذلك سوف تعالج السبستا البند 20 اختتام الجلسة وتقريرها. والدورة الاجتماع الثالث للسبستا الآن قد رفع. رجاء ظلوا في القاعة العامة، سوف نستأنف السبستا الهيئة التنفيذ بعد ذلك مباشرة.
Ladies and gentlemen, I declare open the third meeting of the الاجتماع الثالث من الدورة السابعة والخمسين من هيئة الفرعية للتنفيذ. اسمحوا لي أن أشرح خطة هذا المساء. أولاً سوف أتطرق إلى البنود على جدول أعمال هيئة التنفيذ فقط. بعد ذلك سأرفع الاجتماع الثالث لهيئة التنفيذ قبل أن نجتمع مرة أخرى مع السبستا من أجل الكفاءة، وذلك للنظر في البنود المشتركة الخاصة بالهيئات الفرعية بالترتيب الرقمي على جدول أعمال السبستا. وبعد ذلك ستعلم سكرتارية الأمانة حول التبعات الإدارية والميزانية الخاصة بالخلاصات التي اعتمدناها اليوم. وختاما بعد ذلك سوف نسمع بيانات قصيرة من المجموعات والأطراف والمجتمع المدني، وأحثكم جميعا على أن تقصروا بياناتكم على الحدود الزمنية المقررة. وبعد أن تسمع كل البيانات سوف أعود إلى جدول أعمال هيئة الفرعية للتنفيذ البند 26 اختتام الدورة وتقريرها، وبعد ذلك سأختتم الدورة 57 لهيئة الفرعية للتنفيذ. هل أعتبر أن هيئة الفرعية للتنفيذ تتفق على هذا النهج؟ لا أسمع اعتراضات، إذن فقد تكرر الأمر على هذا النحو. والآن أنتقل إلى بند جدول الأعمال الثاني، المسألة التنظيمية، البند الفرعي ألف، إقرار جدول الأعمال. تتذكرون أنه في الجلسة الافتتاحية العامة اعتمدت الجدول الأعمال، وكذلك تم تعليق البند الفرعي 4 ألف، وكذلك تتذكرون الدعوة إلى العمل مع الأطراف المعنية حول هذه المسألة. خلال الجلسة لن أتلقى أي طلبات من أي طرف أو مجموعة لإجراء مشاورات حول طريقة المضي قدما في البند الفرعي 4 ألف. وهذا البند الفرعي لذلك سوف يضمن في جدول الأعمال المؤقت للدورة 58 من هيئة التنفيذ. والجدول سيبقى معتمدا كما كان عند الافتتاح. أنتقل الآن للبند لا تنظيم أعمال، عفوا جيم، انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس. تتذكرون أنه في الجلسة الافتتاحية أبلغت الأطراف أن المشاورات حول الترشيحات لنائب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ والمقرر لـ 2023 كانت جارية، والأمانة لم تتلقى أي ترشيحات عند هذه المرحلة. ولذلك وبمقتضى القاعدة 22 الفقرة الثانية من مشروع النظام الداخلي والتي ستطبق، فإن نائب الرئيس خوان كارلوس مونتري غوميز والمقرر أيشين توربانك سيبقيان في منصبهما حتى تتم خلافتهما وتعقد الانتخابات في الدورة القادمة. ليس هناك من سويسرا. سويسرا تطلب الكلمة. هل هي نقطة نظام؟ لكم الكلمة. شكرا جزيلا. هذا سؤال. لدينا صعوبة في النفاذ للموقع الشبكي والاطلاع على المقررات. هل يمكن حل هذه المشكلة حتى نستطيع الاطلاع على الوثائق عند فحصها؟ شكرا، سننظر في هذا الأمر، تقول الرئيسة. سأختتم الآن حتى عن البند الخاص بانتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس، وأعتبر أنكم توافقون على ذلك، وإذا تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو إلى الانتقال إلى البند الرابع الخاص بالتقارير المقدمة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية، البند باء. عفوا تصحح الرئيسة. سيداتي وسادتي، يبدو أن هناك خطأ فني في الموقع الشبكي، ويجب أن ننتظر حتى تتم تسوية هذا الأمر
ويستطيع الأطراف أن يصلوا إلى الموقع الشبكي وطلعوا على الوثائق. ونعتذر عن هذا التعليق، وسنسأل في الاجتماع بعد تسوية هذا العضب الفني. شكرا.
Please apologize this technical. نعتذر عن هذا التحدي التقني الذي نواجهه، ولكن يبدو أن الإنترنت تعمل الآن، وإذا ضغطتم في الموقع الشبكي فستظهر الوثائق من فئة L. أدعو الأطراف الآن للانتقال للبند رقم 4. التقارير المقدمة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية، الفرع باء أو الفقرة باء، تقرير فريق الخبراء الاستشاري. أود أن أشكر ساندرا وود سافاندي من جنوب أفريقيا وأرون كيربي من أستراليا للعمل الذي قام به حول هذا البند، وأدعوكم للنظر في مشروع الاستنتاجات في 4 باء المتضمن في الوثيقة FCCC SBI 2022-L21. هل لي أن أعتبر أنه اعتماد لهذه الوثيقة كما قدمت؟ بما أنه ليس هناك من اعتراض، قرر الأمر على هذا النحو. أدعو الأطراف الآن للانتقال للبند 4، التقرير المقدم للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية، الفقرة جيم أو الفقرة جيم، تقديم الدعم المالي والتقني. أود أن أشكر تيان وانغ من الصين وهيلين بلوم من نيوزيلندا لعملهم لتيسير المشاورات غير الرسمية التي تمت الدعوة إليها حول هذا البند الفرعي، وأدعو الأطراف للنظر في مشروع الاستنتاجات حول هذا البند الفرعي 4 جيم المتضمن في الوثيقة FCCC على SBI على 2022-L26. هل لي أن أعتبر أن SBI تعتمد هذه الاستنتاجات كما قدمت؟ ليس هناك من معارضة، تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو الآن للانتقال للبند الخامس من جدول الأعمال، المسائل المتعلقة بسجل آلية التنمية النظيفة المشار إليه في الفقرة 75 باء من مرفق المقرر 3 ميم ألف تاء 3. أود أن أشكر سونام تاشيم من بوتان وكيت هانكوك من أستراليا لعملهم لتيسير المشاورات غير الرسمية التي تمت الدعوة إليها حول هذا البند، وأدعو السادة الأعضاء للنظر في مشروع الاستنتاجات المتضمن في البند الخامس المتضمن في الوثيقة FCCC على SBI على 2022-L29. هل لي أن أعتبر أن الهيئة الفرعية للتنفيذ تعتمد الاستنتاجات كما قدمت؟ بما أن هناك ليس من معارضة، تقرر الأمر على هذا النحو. من المؤسف أنه عند هذا الحد لم نتمكن من الانتهاء من العمل حول هذا البند، ولكن تم التأكيد على أن الأطراف تعمل على قدم وساق لتسوية المسائل التي ما زالت معلقة، ورئاسة ستبلغ الأطراف حول كيفية التقدم في إطار هذا البند بعد انتهاء اجتماع الهيئات الفرعية. وأدعو الأطراف للانتقال للبند 12، المسائل المتعلقة بالأقل البدان نموا. وأود أن أشكر بوب ناتيفو من أوغندا وجنس فوغل من الدنمارك لتيسيرهما الأعمال والمشاورات غير الرسمية التي تمت حول هذا البند. وأدعوكم للنظر في مشروع الاستنتاجات حول البند 12 المتضمنة في الوثيقة FCC SBI 2022-L30. هل لي أن أعتبر أن الهيئة الفرعية للتنفيذ تعتمد مشروع الاستنتاجات كما طرح؟ بما أنه ليس هناك من معارضة، تقرر الأمر على هذا النحو. من المؤسف أنه عند هذا الحد لم نتمكن من الانتهاء من العمل حول هذا البند، ولكن تم التأكيد أن الأطراف في حالة تواصل وتعمل على قدم وثاق لتسوية المسائل التي ما زالت معلقة، ورئاسة ستبلغ الأطراف حول كيفية التقدم في إطار هذا البند بعد انتهاء ورفع الجلسة الختامية للهيئة الفرعية.
أدعو الأطراف الآن للبند إدخال بند 13 خطة التكييف الوطنية. أدعو أشكر بيبيتوا لاتاسي من توفالو وجينس فوغل من الدنمارك لعملهم لتيسير مشاورات غير رسمية حول هذا البند، وأدعو المفوض للنظر في مشروع الاستنتاجات حول البند 13 المتضمنة في الوثيقة FCCC على SBI على 2022 على L31. هل نعتبر أن SBI تعتمد الاستنتاجات كما هي مقدمة؟ بما أنه ليس هناك من معارضة تقرر الأمر على هذا النحو. ومن سوء الطلع أن عند هذا الحد لم نتمكن من الانتهاء من العمل حول هذا البند، ولكن تم تأكيد على أن الأطراف في حالة تواصل وتعمل على قدم وساق لتسوية المسائل التي ما زالت معلقة، والرئاسة ستبلغ الأطراف حول كيفية تحقيق التقدم في إطار هذا البند بعد الجلسات الختامية للهيئات الفرعية. أدعو الأطراف الآن للانتقال للبند رقم 17 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا. البند الفرعي 17 باء الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية. أود أن أشكر مايا زافاريسي من جورجيا وأورلي جايكوب من كندا لعملهم التيسيري للمشاورات غير الرسمية حول هذا البند الفرعي. وأدعو الوفود للنظر في مشروع الاستنتاجات حول البند الفرعي 17 باء المتضمنة في الوثيقة FCCC على SBI على 2022 على L24. هل لي أن أعتبر أن SBI تعتمد هذه الاستنتاجات كما هي مقدمة؟ بما أنه ليس هناك من معارضة فإن الأمر قد تقرر على هذا النحو. أدعو الآن الأطراف للانتقال للبند 17 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا. البند الفرعي جيم التقييم الدوري الأول المشار إليه في الفقرة 69 من المقرر 1 على ميم ألف 21. أود أن أشكر غوشيتا ليشينياكا من سريلانكا وإلفريدي أنامور من أستراليا للعملين التيسيري للمشارات غير الرسمية التي دعي إليها حول هذا البند الفرعي. وأدعو الأطراف للنظر في مشروع الاستنتاجات حول البند الفرعي 17 جيم المتضمن في الوثيقة FCCC على SBI على 2022 على L27 ومشروع المقرر الخاص بCMA المتضمن في الوثيقة FCCC على SBI 2022 على L27 الضميمة الأولى. هل لي أن أعتبر أن SBI تعتمد الاستنتاجات كما هي معروضة وتوصي بمشروع مقرر CMA للنظر فيه واعتماده من قبل CMA كما هو مقدم، بما أنه ليس هناك من معارضة تقرر الأمر على هذا النحو؟ أدعو الآن الأطراف للانتقال للبند 17 تطوير التكنولوجيات ونقلها. البند دال برنامج بوزنان الاستراتيجي لنقل التكنولوجيا. أود أن أشكر فوشيتا فيشينياكي من سريلانكا وستيفن ميناس من اليونان لتيسيرهما للمشاورات غير الرسمية حول هذا البند الفرعي. وأدعو الوفود للنظر في مشروع الاستنتاجات حول البند الفرعي 17 ديل كما هو متضمن في الوثيقة FCCC على SBI على 2022 على L28. هل أنا أعتبر أن SBI تعتمد الاستنتاجات كما هي مقدمة؟ ليس هناك من معارضة تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو الأطراف الآن للانتقال للبند رقم 18 المسائل المتعلقة بصندوق التكيف. البند الفرعي باء
الاستعراض الرابع لصندوق التكيف. أود أن أشكر دايان بلاك لين من أنتيغوا وبربودا وإيفا شرودر من هولندا لعملهم التيسيري للمشاورات غير الرسمية حول هذا البند. وأدعو الوفود للنظر في مشروع الاستنتاجات ومشروع مقرر اجتماع بروتوكول كيوتو حول البند الفرعي 18 باء المتضمن في الوثيقة FCCC على SBI على 2022 على L22. هل أن أعتبر أن SBI تعتمد الاستنتاجات كما هي مطروحة وتوصي بمشروع مقرر SMP للنظر فيه واعتماده من قبل اجتماع بروتوكول كيوتو كما هو معروض؟ ليس هناك من معارضة، تقرر الأمر على هذا النحو. I recognize United States. You have the floor. الولايات المتحدة الأمريكية لكم الكلمة. Thank you very much, Madam Chair. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. United States expresses its deep disappointment عن عميق خيبة أملنا لأن الأطراف في اتفاق باريس لم تتمكن من المشاركة بشكل كامل في الاستعراض الرابع لصندوق التكيف. نحن من أبرز المؤيدين لهذا الصندوق. يوم أمس الرئيس بايدن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضاعف مساهماتها لتصل إلى $200 مليون. صندوق التكيف يخدم أهداف اتفاق باريس. مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو كان قد أعلن في في العام المنصرم أنهم سيواصلون دورهم في الاستعراض الرابع لصندوق التكيف، ونأمل أن نتمكن من المشاركة في الأمور اللاحقة المرتبطة بصندوق التكيف. الرئيسة، شكرا على هذه الكلمة. أعطي الكلمة. أنتقل الآن إلى البند 19، المسائل المتعلقة ببناء القدرات. أشكر خوان كارلوس مونتري غوميز من بنما وروبرتا يانا من إيطاليا على عملهما في المشاركة في تيسير المشاورات غير الرسمية حول هذا البند. أدعو المندوبين الآن إلى دراسة مشاريع الاستنتاجات والقرارات حول البند 19 الواردة في الوثيقة FCC على SBI على 2022 على L19 ومشاريع الاستنتاجات والقرار حول هذا البند الوارد في الوثيقة FCCC على SBI على 2022 على L20. يمكنني أن أعتبر أن الهيئة الفرعية للتنفيذ تعتمد الاستنتاجات كما وردت وتوصي بمسودة قرار الكوب للاستعراض واعتماده وتوصي باعتماد قرار CMA واعتماده كما قدم. إن لم يكن هناك من اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو الأطراف الآن إلى البند استعراض البند 21 بعنوان القضايا الجنسانية وتغير المناخ. أشكر خوان كارلوس مونتري غوميز من بنما وسلكا سيرغادا توير من المملكة المتحدة على عملهما في تيسير المشاورات غير الرسمية حول هذا البند. أدعو الأطراف الآن إلى استعراض مشاريع الاستنتاجات حول البند 21 الواردة في الوثيقة FCCC على SBI على 2022 على L50. تقول المسؤولة، هل يمكن أن تعتمد الاستنتاجات كما قدمت؟ إن لم يكن هناك من اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو. من المؤسف أننا حتى هذه اللحظة لم نتمكن من إنجاز العمل حول هذا البند، ولكن الأطراف أكدت لي أنها ستواصل العمل الحثيث والدؤوب لإيجاد حلول للمسائل العالقة. الرئاسة ستطلع الأطراف على كيفية المضي قدما حول هذا البند بعد رفع الهيئتين الفرعيتين عملهما واجتماعاتهما الختامية.
أدعو الأطراف الآن إلى الانتقال إلى البند الحادي أو الثالث والعشرين، وهو بعنوان المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية. وأود أشكر جاني فيلسون من بليز على عملها في ترأس فريق الاتصال بموجب هذا البند. أدعو المندوبين إلى دراسة مسودة الاستنتاجات حول البند الثالث عشر الواردة في الوثائق التالية. غامبيا، هل لديكم نقطة نظام؟ تسأل الرئيسة. The Gambia. Gambia. I see you are calling for the floor, asking for the floor. طلبتم الكلمة. Madam Chair. السيدة الرئيسة. Madam Chair, this is the EU asking for the floor. نحن الاتحاد الأوروبي وكنا قد طلبنا الكلمة. This is the EU asking for pardon. I have the Gambia on my أعتذر، ولكن على الشاشة ظهر لدي اسم غامبيا. أعتذر. هل ترغبون في إثارة نقطة نظام؟ السيدة الرئيسة. رفعت علم الاتحاد الأوروبي طلبا للكلمة عندما كنت لا تزالين تستعرضين البند الحادي والعشرين بعنوان القضايا الجنسانية وتغير المناخ، ولكن لم تأخذي علما بطلب الكلمة، لربما لأنني لم أضغط على الزر المناسب. ولكن لدي ملاحظة حول هذا البند، ونحن مستاءون لأن جلستين خصصتا لمسألة البعد الجنساني. خطة العمل الجنسانية بالنسبة إلينا بالغة الأهمية تحت مظلة الاتفاقية، ولتطبيق هذه الخطة أثار إيجابية كبيرة على النساء والفتيات اللواتي يعانين أثار تغير المناخ. النص لم يعكس ما كنا نتمناه وليس بحجم طموحاتنا، وعليه نعرب عن رغبتنا في المضي إلى الأمام حول هذه النقطة، ونقترح مواصلة العمل على الفقرات العالقة بموجب هذا البند. الرئيسة، شكرا على هذا البيان. ننتقل الآن إلى البند الثالث والعشرين. أعاود تلاوة البند الثالث والعشرين. إذن أدعو الأطراف إلى استعراض البند الثالث والعشرين بعنوان المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية. أشكر جانين فيلسون من بليز على عملها وتحديدا ترأس فريق الاتصال بموجب هذا البند. أدعو المندوبين إلى استعراض مسودة مشاريع الاستنتاجات للبند الثالث والعشرين الواردة في الوثائق التالية: FCC على SBI على 2022 على L17 المقرر بصيغته المسودة لمؤتمر الأطراف الوارد في الوثيقة FCCC على SBI على 2022. تابعنا معكم مشاهدينا جانبا من إحدى جلسات مؤتمر المناخ COP27، والتي تناولت الحديث عن عدة بنود متعلقة بالتغير المناخي فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والتكنولوجية، وأيضا المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية. هذه الجلسة مستمرة بينما نحن في هذه التغطية الحية والمستمرة على مدار الساعة للحدث الأبرز بالطبع في مصر، وهو فعاليات قمة المناخ COP27، قمة إنقاذ كوكب الأرض وإنقاذ الإنسانية. هذه القمة التي تستضيفها مدينة السلام لتحويل الاتفاقيات السابقة لعهود وخطوات
ملزمة تواجه تداعيات التغيرات المناخية والتي بات العالم بلا استثناء يئن تحت وطأتها. كما تابعنا على مدار اليوم، اليوم هو يوم خاص بالتكيف والزراعة، شمل مجموعة من الجلسات، هو أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ الذي ينتظر العالم أجمع منه الخروج بحلول جذرية لمشكلة وظاهرة التغير المناخي والتحرك على الأرض لتجاوز الشعارات لمرحلة الوفاء بالالتزامات، بالإضافة لإيجاد حلول لدعم التكيف والتمويل خاصة بالنسبة للدول الفقيرة التي تعالت أصواتها على مدار الجلسات المختلفة، خاصة دول القارة الإفريقية، متحدثة عن ضرورة توفير التمويل اللازم لتستطيع أفريقيا أن تجابه التغيرات المناخية وأن تكافح أيضا وتتكيف مع تغيرات المناخ المختلفة. مشاهدينا مستمرون معكم، واليوم كما تحدثنا هو يوم التكيف والزراعة الذي ناقش سلسلة كاملة من الموضوعات المرتبطة بالزراعة وكيفية التكيف وتحقيق سبل العيش الكريمة لمختلف المجتمعات والدول وتقليل الخسائر في المناطق الساحلية بشكل كبير المتضررة بنتائج التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات والتصحر وأيضا تآكل الشواطئ. كانت هناك عدة جلسات على مدار اليوم ناقشت مجموعة من الموضوعات، وتم إطلاق أيضا مجموعة من المبادرات المتنوعة، منها كيفية استخدام التكنولوجيا لمجابهة تغير المناخ، الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، وكيفية زيادة المساحات الخضراء في مختلف الدول باستخدام النظم الحديثة.